هلا ان شاء الله حنتعرف على مصطلح اسمه جين وعلى مصطلح اسمه لوس بالار اف سيجنال. لا، في عندي شيء اسمه ار اف سيجنال جين، اللي هو مقدار الزياده، او هو الزياده اللي بتحصل على ار اف سيجنال، على القوه تبع ار اف سيجنال، على الباور تبعها. اللوس هو المقدار النقصان، تمام؟ فالجين هو الزياده، اللوس عكس الزياده هي النقصان. هلا بيحكي لي انه الجين هي عاده بتصير بالار اف باور امبليفاير او بالهاي جين انتنا، وعاده معلومه بدنا نعرف انه مين بيعمل الجين هي الاكتيف ديفايس، والاكتيف ديفايس بتحتاج لباور سبلاي، عكس مين؟ عكس اللوس. هلا اللوس عاده بيصير بشو؟ بالباسيف، يعني بالباسيف ديفايس، والباسيف ديفايس عاده ما بتحتاج باور، يعني ما بتحتاج الكتريكال باور. طب هلا نحكي شوي نحن عن اللوس، لانه نحن اللوس هو اللي بيهمنا. اللوس في له شكلين، في شيء اسمه intentional، في شيء unintentional. هلا intentional معناها مقصود، يعني انا بدي ساوي لوس لاسباب معينه، بدي مثلا ما اخلي السيجنال تنتشر لمسافه اكثر من 100 متر، او مثلا السياسه تبع دوله معينه بتمنع انه مثلا تكون الباور تبع السيجنال اكثر من 1 وات او 2 وات او 3 وات. فمشان هيك انا هون لازم يعني بستخدم مين؟ الانتنشنال لوس لحتى اضبط الباور اللي عندي، السيجنال باور اللي عندي. هلا الان انتنشنال اللي هي بتصير باستخدام الانفاير، يعني بتصير من الانفايرمنت الموجوده عندي. مثلا بدي ابعت انا ما بين سندر وريسيفر وفي بيناتنا حيط، فهذا الحيط هو بياثر على هي السيجنال، تمام؟ طب الان انتنشنال حنركز فيه على اربع، يعني خلينا نحكي على اربع محاور رئيسيه، على الفري سبيس لوس، وحنحكي عن السيجنال بيهيفير ان ان اوبستراكتد انفايرمنت، حنحكي عن المالتي باث فيدنج، وحنحكي اخر شيء عن الفي اس دبليو ار. حنبلش نحن ان شاء الله هلا باول جزء اساسي من الانتنشنال لوس اللي بيصير على ار اف سيجنال، اللي هو الفري سبيس لوس. الفري سبيس لوس هو اللوس، او هو مقدار النقصان اللي بيصير على السيجنال نتيجه ارسالها من مكان الى مكان، مسافه بيناتهم مثلا كذا متر او كذا كيلومتر. هلا بيحكي لنا انه هذا هو اكثر عامل اساسي بمقدار اللوس، يعني اكثر مقدار لوس بتصير على سيجنال معينه هي يعني من الفري سبيس لوس. الفري سبيس لوس له كالكوليشن، يعني في طريقه بحسب فيها انا قديش مقدار اللوس اللي حيصير على سيجنال معينه اذا بعدت من A، يعني من A الى B، وكانت المسافه بيناتهم كذا متر، تمام؟ هلا القانون الجنرال هو 20 لوج العشرة بأربعة لوج العشرة 4 باي دي، اللي هي الديستانس ما بين A و B، اللي هي بالمتر عادة تقاس، على شو؟ على اللمدة. اللمدة هي ال wave length of the signal، قانونها هي C تقسيم ال F. C اللي هي شو؟ اللي هي سرعة الضوء، على F اللي هي الفريكونسي، اللي هي عادة بشو تقاس؟ تقاس بالهرتز. هلا حكى لي انه هو راح اشتق هالقانون، طلع لي قانون تاني نفس المعنى، بس اذا انت عم تستخدم الفريكونسي عم تقيسها بالميجا هرتز، والدي اللي هي الديستانس عم تقيسها بالكيلومتر، بيقول لك لا، روح استخدم هذا القانون اسرع لك. او هو قانون، يعني بس شكل تاني للقانون، اللي هو بس هو 32.45 زائد 20 لوج العشرة دي زائد 20 لوج العشرة للاف. ودائما اليونت عندي بشو؟ بالديسيبل. اللوس دائما عم قيسه انا هون للفري سبيس لوس، الوحده تبعه هي الديسيبل، تمام؟ طب احنا هلا حنروح نشوف مثال. راح حكى لي انه في عندي انا سيجنال الهرتز تبعها هي 2.4 جيجا هرتز، وبدي ابعتها لمسافه 10 متر و100 متر. بروح بعوض بالقانون اللي كان معي قبل، بيطلع معي الحل قديش المقدار اللوس. طبعا بدي انتبه انه هو عاطيني هون شو؟ انه قديش الباور تبع هي السيجنال، هو عاطيني اياها 1 وات، تمام؟ وهون بس رايح راسم لي انه بس مشان يوضح لي الفرق ما بين اللوس، اذا كانت السيجنال الفريكونسي تبعها 2.4 جيجا او اذا كانت 5.8 جيجا. هلا وقت كنا نحن عم نحكي قبل شوي على قصة الفري سبيس لوس، حكينا انه حسبنا الكالكوليشن تبعها وعرفنا قديش مقدار اللوس وعرفنا كيف نتعامل معها. هلا بيحكي لنا انه في مشكلة، انه لازم لحتى انا ابعت سيجنال ما بين ترانسميتر وريسيفر، لازم يكون في عندي لاين اوف سايت او خط رؤية عادة بنحكي، يعني ما بين السندر والريسيفر لازم ما يكون في شيء لحتى انا احسب
لتكون الكالكوليشن تبع الفري سبيس لوس شبهها حتى تكون صحيحة. هلا إذا كان في أجسام جوات هاي المنطقة اللي هي ما بين السندر والريسيفر، هي حتعمل لي مشاكل، حنشوف بعد شوي الحسابات تبعها كيف. طب بس نحن هلا هون عم يحكي لي فكرة إنه لازم يكون في عندي line of sight ما بين السن الترانسميتنج وال يعني ما بين الترانسميتنج أنتينا والريسيفنج أنتينا. طب هلا نحن حكينا إنه هو حتى أبعت سيجنال بدها خط. هلا حنكتشف إنه لا، هذا الخط هو مو عبارة عن خط، هو عبارة عن 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 شكل بيضوي مثل هذا الشكل، تمام، بتمرق فيه السيجنال. طب أنا هذا الشيء شو بسميه؟ بسميه الفرينال زون. طب ما بين سندر وريسيفر في عندي أكثر من فرينال زون، في عندي الفيرست فرينال زون وفي عندي السكند فرينال زون، ممكن يكون في عندي ثيرد فرينال زون. أنا اللي بيهمني مين؟ بيهمني عادة الفيرست فرينال زون. ليش؟ هلا السيجنال بتمرق، هي نحن حكينا هي نظريا لازم تكون بخط، ولكن على أرض الواقع هي بتمرق بشكل بيضوي مثل هذا الشكل اللي موجود عندي هون بهي بهذا السلايد، بيوضح لي فيه انه هون السيجنال بتمرق، فاي جسم حيفوت جوات هي الفرينال زون حيخرب لي السيجنال تبعي، تمام. طب بهمني انا مو عندي في عندي شكل بيضوي، بهمني اعرف نصف القطر تبعه. نصف القطر للفرينال زون هو طلع باستخدام هذا القانون اللي هو نص ضرب ال n بلمدا بدي، وكل القوة نص، او فيني يكون كاتب انه هون جذر، يعني جذر ال n ضرب اللمدا ضرب الدي، تقسيم 2 او ضرب نص ما بتفرق. ال n اللي هي انو فرينال زون، انا حكيت ممكن يكون في عندي فيرست فرينال زون، ممكن يكون في عندي سكند فرينال زون، ممكن يكون في عندي ثيرد، على هو انا قديش بهم يعني قديش انا بدي اهتم بانو فرينال زون. اللمدا اللي احنا حكيناها قبل شوي اللي هي سي على اف، والديستانس بالمتر قديش المسافه ما بين السندر والريسيفر، تمام. طب هلا هون احنا حكينا انه انا بدي ابعت من مكان الى مكان، بس في عندي مشكله كمان انا هلا حاكتشف حتصير في عندي اللي هي هذا الانحناء تبع الارض. هلا انا وقت بدي ابعت من مكان اللي هو هون من هذا المكان اللي حسميه A مثلا الى B، انا لازم يكون في عندي line of sight، ولازم يكون عامل حساب انا شو عامل حساب نصف القطر، وكمان حضيف على حساباتي شغله اللي هي مقدار انحناء الارض، تمام. هلا بيحكي لي انه ما دام لازم تكون لحتى مقدار الانحناء تبع الارض مؤثر على السيجنال تبعي، لازم تكون على الاقل المسافه ما بين السندر والريسيفر كم؟ 11 كيلومتر. اذا كانت اقل من 11 كيلومتر فمو مشكله، هي بتكون قيمه كثير كثير صغيره انا ما بحسبها. اما اذا كانت فوق 11 كيلومتر بحسبها باستخدام هذا القانون اللي هو ال HA هو دي تربيع تقسيم 61.5. ال HA هي شو؟ هي مقدار انحناء الارض عن الخط الافقي تبع مين؟ يواصل ما بين الريسيفر السندر والريسيفر اللي هو هون بالسلايد هو هاد، وال HA هي اعلى مسافة، تمام. طب هلا انا عادة وقت بدي اجي ابعت بدي ساوي مثلا انتينا، لازم اعمل حساب انه الانتينا تبعي عالي كفاية بحيث انه هو يتخلص من المسافة يعني من انحناء الارض، وبنفس الوقت انه اذا كان في عندي هون جسم انا لازم اعمل حساب انه هذا الجسم قد ما كان طوله ما يفوت لجوات الفرينال زون تبعي، لانه اذا هذا الجسم دخل جوا الفرينال زون هو شو حيعمل؟ هو حيخرب السيجنال، او اذا كان عالي كفايه انه يقطع اللاين اوف سايت، انا فعليا ما عاد صفي عندي ما بين السندر والريسيفر خط يعني خط نظر او خط افقي، فمعناها ما عاد بقدر ابعت ما بين الترانسميتر والريسيفر، تمام؟ هلا نحن بعد ما حكينا عن الفري سبيس لوس وحكينا عن قصة الفرينال زون وكذا، خلينا ننتقل هلا للعامل الثاني اللي بيأثر على على السيجنال بيهيفير، او اللي هو شو؟ اللي هي الاجسام الموجودة ما بين السندر والريسيفر. هلا الاجسام الموجودة ما بين السندر والريسيفر بتعمل لي اكثر من شغلة على السيجنال، في منهم بيعمل ابزورفيشن يعني تمتصه، في منهم بيعمل ريفليكشن، في منهم بيعمل سكاترينج، في منهم بيعمل ريفراكشن، في منهم بيعمل ديفراكشن. هلا هدول كلياتهم على هوا الجسم اللي بتصطدم فيه السيجنال وهي ماشيه بيصير عليها. هلا في من النوع بتختفي تماما مثل مثلا السكاترينج، اذا اجت سيجنال واصطدمت بجسم صار في عليها سكاترينج او صار يعني صار في عليها سكاترينج خلص اختفت، هي صارت كتير كتير صغيره يعني السيجنال الباور تبعها تقريبا صارت زيرو، ممكن
ريفليكشن لا، ان هي استطمت وبس عكست، غيرت اتجاهها، انعكست باتجاه مكان تاني. تمام. هلا هدول كلياتهم، هدول الشغلات اللي عم بحكي فيهم بيساووا لي شيء، بيخلوا لي السيجنال الاساسيه. خلينا ناخذ هذا المثال ما بين الراوتر واللابتوب موجود هون، هي السيجنالات انبعت. تمام. طب هلا اللي عم بيصير اني انا اعمل حساب انه السيجنال توصلني من هون لهون. تمام. هلا وقت بتوصل السيجنال عند الريسيفر، انا قاعد عند الريسيفر، شو اللي بيصير؟ بكتشف انه في عندي سيجنال تانية وصلتني، بس شبه هي السيجنال متاخره شوي. طب هذا التاخر نتيجه انه هي كانت اخذت طريق تاني وشو وصدمت بالحيط ورجعت لي. هذا التاخير بخلي لي اياها تعمل علي شو يعني عند الريسيفر، بصير في عندي انا لوس، بصير في عندي تشويش ما بين السيجنال الاصليه اللي انا متوقعها انها تصل والسيجنال اللي وصلت متاخره. هذا الشيء بسميه شو؟ مالتي باث ديلي. تمام. هلا المالتي باث ديلي هو هون عم يعطيني اياه بس ك ك كتعريف، بس انا وقت بحكي في عندي ديلي، في عندي فيد، او خلينا نحكي في عندي فيد او في عندي لوس، انا دائما لازم يكون في عندي فاليو معينه مشان اقدر احسب قديش انا السيجنال وصلتني. فلذلك راح هو شو ساوى؟ حكى لي تعال اعرفك على شغله اسمها الباث لوس، او خلينا نسميها بالمصطلح اللي معرف هون عندي بسلايدات، الافريج لارج سكيل باث لوس. تمام. يعني انا بدي ابعت سيجنال، بدي ابعت سيجنال من A الى B. تمام. هون هي A وهي B، المسافة بيناتهم شو؟ مسافة بيناتهم دي. هلا بيجي بحسب، بيجي بحكي لك انه اللي قديش مقدار اللوس ما بين A و B. يا اما بترجع انت للاول بتشوف لي الفري سبيس لوس، بتحسب اللوس اللي بصير بالمالتي باث فيدنج وهالقصص كلياتها. هذا الشيء شوي صعب، بيقول لك نحن لا هون خلينا نحكي كافرج، بعرف هذا القانون. بيجي بيحكي لك انه الافرج لارج سكيل باث لوس، او خلينا نحكي باختصار هو الباث لوس للمسافه دي، هو شو؟ هو الباث لوس عند الدينوت. طيب شو يعني هون؟ بيجي بيحكي لك انت لحتى تقيس افرج باث لوس لازم تكون عامل قياساتك بالنسبة لبوينت. هاي البوينت مثلا هسميها كيو. إذا أنت بتجي عند الكيو بتحسب قديش اللوس اللي صار على السيجنال المبعوثة من A ل B. تمام؟ قديش طبعا المسافة ما بين A و B هي الدي نوت. تمام؟ إذا بيجي بحسب قديش اللوس عند الدي نوت، بجمع له 10 N log الدي على الدي نوت اللي هي الدي كاملة على الدي نوت، بيطلع معي اليونت بالديسيبل. هلا هذا القانون قانون الجنرال، يعني هذا القانون القانون العام، انه انا بده يكون في عندي هون مقدار اللوس عند البوينت اللي هي كيو مثلا بمثالي اللي بتبعد عن الاي دي نوت، على اساس انا بجمع لها هاي الفاليو. تمام. طب هلا بيحكي لك نحن نطلع، تعال نطلع شكل ثاني للقانون. انا بجوز ما يكون في عندي دائما دي نوت، فشو بيقول لك؟ هلا بيحكي لك ان جنرال البي ار اكس، شو يعني؟ الباور اللي انا استقبلتها عند الار اكس، الار اكس هي الريسيفر. تمام. يعني الباور ريسيفد هي الباور سنت ناقص المقدار اللوس، اللي هو نفس القانون الموجود فوق. هلا بجيب هذا القانون بعوضه هون، طبعا بختصر وبشتق، بيطلع معي هذا الشكل. تمام. هذا الشكل بيحكي لي اللي هي الباور ريسيفد عند المسافه دي، مو حكيت هون في عندي A و B انا، والمسافه بيناتهم دي، فالباور ريسيفد هون مقدار الباور طبعا بالدي بي ام هي مقدار الباور ريسيفد ات دي نوت ناقص هي القيمة. تمام. هلا اذا استخدمت هذا القانون او استخدمت هذا القانون نفس الشيء تفرع على هوا المعطيات. اذا راح حكى لي انه اللوس عند الدي نوت هي كذا 10 20 25 دي بي، بستخدم هذا القانون. لا والله راح حكى لي انه انا كنت عند الدي نوت، انا ما قدرت قيس ما قدرت قيس اللوس، انا رح قدرت قيس قديش المقدار الباور اللي انا استقبلته، بستخدم هذا القانون. تمام. ممتاز. طيب هلا شو حنعمل هون؟ بس عم يرجع يحكي لي الاشكال تبع السيجنال فيدينج. في عندي شغله اسمها سلو فيدينج، في شيء اسمه فاست فيدينج. السلو فيدينج هي الفيد يعني هو النقصان. تمام. اللي بيصير من العناصر الموجوده جوات الانفايرمنت. هلا الفاست فيدنج اللي هو يعني مثلا عاده ممكن بيصير بالسكاترنج، يعني اذا كنت عند السندر انا حاطه بجنب
مادة معينة عملت لي سكاترينج، يعني ضاعت السيجنال كلياتها، بصير شيء اسمه فاست فيدينج. تمام. طيب هون كمان رجع حكى لي انه اعطاني كاكزامبل انه قديش عم يحكي لي هو الاندور اتنيويشن فاكتور، انه في عندي لو، في عندي ميديوم، في عندي هاي، في عندي فيري هاي، على هو الماتيريال اللي موجوده ما بين السندر والريسيفر. اللوس ممكن يكون من 2 ل 4 اذا عم بحكي لو، ممكن يكون عندي من 5 ل 8 اذا عم بحكي ميديوم، ممكن يكون من 10 ل 15 اذا عم بحكي انه الاتنيويشن هاي الرينج تبعه، اذا فيري هاي ممكن يكون اكبر من 15. طبعا احنا كل القياسات هون عم نحكيها بالنسبه للسيجنال اللي هي 2.4 جيجا، اللي هي الستاندرد المستخدم بالواي فاي عندنا، وهون عم نحكي كافرج لوس. طب هون بس عم يعطيني يعني فكره عامه انه اذا مثلا حطيت الراوتر انا جوات البيت بهذا المكان، قديش يعني قديش الباور حتوصل، مقدار التشويش عليها لباقي الاجهزه، لباقي الغرف في البيت، او نفس الشيء اذا حطيتها بمكان تاني كيف حتصير. طبعا بلاحظ انه هون استخدمت هذا المكان حطيتها فيه، هو اكيد افضل بكتير لانه السيجنال انتشرت بقوه لهدول الغرف، اما بهذا المثال بهذا المكان اللي حطيته فيه السيجنال قويه بهذا الجزء، بس هي سيئه بهدول الغرف اللي هي هون. طب هلا نحن صفينا علينا اخر عاملين رئيسيين بال unintentional loss اللي بيصير على الراديو فريكونسي سيجنال. هلا اول يعني اللي حنشوفه نحن حاليا اللي هو ال VSWR اللي هو ال voltage standing wave ratio، بيحكي لنا انه هذا هي الراشيو هي ريشيو ما بين شغلتين. اول شيء خلينا نعرف شو وين المشكله وكيف وشو معنى الراشيو. هلا المشكله عندي انه جوات الجهاز تبع الارسال نفسه، يعني نفسه المرسل او المستقبل اللي فيه الراديو فريكونسي سيجنال، في عندي اكثر من يعني اكثر من ديفايسز جواته، في عندي دارات كهربائيه، في عندي نفس الجهاز المعادن اللي فيه كذا، كلها بتاثر على السيجنال، بتاثر على ارسال واستقبال السيجنال بريشيو معينه. هلا نحن هون ما حنفوت بالتفاصيل، هو هون مباشره حاكي لي انه ال VSWR هي الريشيو of a mismatch to the perfect match، يعني ما بين المش يعني اللوس اللي بيصير من الديفايس والحاله البيرفكت انه ما في عندي لوس نهائيا. بيحكي لي انه كل ما كانت الفي اس ار اقل كل ما كانت افضل، فاذا كانت 1 على 1 معناها ما في عندي نهائيا ضياع جوا يعني ضياع جوات الديفايس. اذا واحد مثلا 1.4 على لون يعني في عندي ضياع شوي اقل، هذا ما يعتبر جود ديزاين. تمام. اذا كانت 2 ل1 هي اكسبتبل، ولكن في عندي مقدار من الضياع بيصير جوات السيجنال. اذا مثلا كانت 10 ل1 هذا الشيء ان اكسبتبل، لانه هذا بتكون عم تضيع السيجنال جزء كبير منه، فانا ما بقدر استفيد من السيجنال. طب هي اذا نحن عم نحكي عن الفولتج ستاندينج ويف ريشيو، هي العامل قبل الاخير بالان انتشنال لوس.